بين الذكاء والفنون أتى الأرتاثون ليكون أحد مسارات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي. أكثر من 300 مشترك اجتمعوا في ذات المكان ليجعلوا من ثورة الذكاء الاصطناعي واقعاً ممزوجاً بلمسة الفن والثقافة في أول هاكاثون من نوعه في هذا المجال، لتنتهي تلك المرحلة والحصيل منها 20 فريقاً. اشتعل الحماس بينهم في ثاني المراحل لتحقيق النجاح، وبها يتم الإعلان عن المراكز العشرة الأولى، ويتأهل منهم 3 فرق يحظون بشرف المشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، إحدى مبادرات قمة العشرين.